اليوم انا عندي واحد السؤال اللي جا وعلاش لا ما نطرحوهش. كيف مثلا عرفوا دابا الظروف ديال كوفيد بزاف ديال الناس اللي داروا عقد يعني العقد ديال الزواج وداروا يعني غير غدا ولا عشاء ما بين والديه ووالديها ويعني في اطار اللي مسموح به قانونيا ودام راسه عنده. كاينين شي بنات اللي دابا كيوجدوا لهاد اللحظه الخفيفه لانه كيف مثلا عرفوا كوفيد وي جاي مع شي حوايج لي صعابيه باقي مطول معنا للاسف. ولكن في نفس الوقت الحياه تستمر. بزاف ديال الناس اللي برموا عقود الزواج في هاد الوقيته هادي واللي داروا الخطبه ديالهم في هاد الوقيته هادي واللي بزاف الحوايج. فالسؤال اللي تطرح هو اشنو نقدر ندير في مناسبه اللي هي خفيفه يعني حاضر غير اب ديالي والاب ديال الزوج الام ديالي والام ديال الزوج. شنو نقدر ندير كلبسه شنو نقدر نحضر بها قدام الناس باش نجي مقاده ومتوله خاصه وانه بزاف العرايسات يقولوا تحرمنا من الليله ديال العرس او اننا نديروا العرس. هي سكينه واحد السيده كانت طرحت علينا واحد السؤال الاسبوع اللي فات ديال انها قالت لك وجدات لبنتها وقادت لها وجدت لها البايز وجدت لها لو تروسو كامل ولكن ما كانش العرس. فانا تنقول سكينه واخا يكون العائله غير قليله لا روسه تلبس حوايجها وتصور وتقاد مسائل لان شوفي ما عرفناش غدا شنو مخبي لينا. مجده حويجاتك مجده التخوصو ديالك غتلبسي واحد جوج ثلاثه ديال اللبسات غتصوري بهم غادي تمشي بهم لدار راجلك غتفرحي بهم. جات المناسبه انك تكملي التخوصو ديالك انك تمتعي به وتلبسيه مرحبا. ما جاتش المناسبه راه الله المناسبات. ولكن الا كانت مجده مثلا جلالب قمايص لباسي على الاقل تلبسي غير واحد لبسه وحده واحد القفيطين اخر مثلا خضر ديال الحنه ولا شي حاجه ودير مثلا كوب كواراها غادي دير غير واحد الحنينه في يديها ولو دير الفال وتلبس حويجاتها. انا تنقول اي عروسه وجدت تخوصو ديالها وكانت غير العائله مجموعه تلبس حويجاتها وتمتع بهم وتصور بهم لاننا حنا ما عارفينش هاد الكوفيد تلاين غادي نحنا غادي نبقاو بحال هكا كونفيني وتلاين غنبقاو بحال هكا محرومين. فاللي صوبت شي حاجه تلبسها واللي وجدت شي حاجه تمتع بها ومن هنا الغدا لها مدبر حكيم. هذا الشيء اللي كاين الله يدير الناس ويد الخير. لاله خديجه بالنسبه لهذه المناسبه كيف ما قلنا خفيفه غالبا تيكونوا 5-6 ديال الناس ماكسيموم مع التباعد مع بزاف ديال الحوايج باش كنحضروا ديك الجليسه الواحد كيبرم العقد ديالو الله يكمل بالخير. هنا شنو نقدروا نقترحوا للبنت واش تلبس قفيطين خضار واش تلبس قفيطين بياض واش شنو هي يعني الاقتراح اللي نقدروا نعطيو لها في هذه المناسبه اللي هو خفيف. انا تنعطيها الاقتراح انها تلبس الا كانت دايره قفطان الحنه تلبسه وتعطيه وقته وتجلس مع العائله. كانت دايره لبسه اخرى تلبس ديك اللبسه وتقادها وتطيب وتجلس مع العائله وتعشى مع العائله وتمتع بحوايجها. حيت حنا المشكله سكينه حنا بعض الناس عندهم الافكار انهم كيلبسوا للناس. كتلقاي السيده في الدار ما كتلبش مزيان غير البيجاما غير الكولون كدور 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 ولكن الوقيته اللي كتكون خارجه اولا معروضه اولا جايين عندها الناس كتكون كيف ما كيقولوا المصريين على سنقت عشره. فعلاش انا منين نكون مع اولادي وفي داري نتمتع بحوايجي واللبس. فالفكره ولات كتبعد علينا شويه ولكن انا ضد هذه الفكره هذه. اللي عنده شي حويجات يتمتع بهم واللي عنده شي لبسه زويونه واللي تمتع بها هي لنفسها وتفرح بنفسها ما تفرحش للناس. ولقيت ان يكونوا خارجين عند الناس احنا نلبسوا كيف ما كنا كنلبسوا في الدار لان بعض الرجال وبعض العائلات كيبقى فيهم الحال تيقول لك لا المراه في الدار ما تتلبش كتلبس غير البيجامه وهذا ملي كتكون خارجه عاد كتقاد وعاد كتطيب وعاد. فاحنا نحيدوا هذه الافكار اللي غالطه ونلبسوا في دارنا ونتقادوا. والعروسه انا قلت لها كانت عروسه وكان ضروري انها دير القيران ديالها وان غادي تكون بعض العائله حنا ما تنقولوش العائله كلها لان الظروف ما كتسمحش لينا تلبس داكشي اللي صوبت تلبسو تقاد وتصور وكتبقى عندها واحد تصويره سوفونير ما عرفناش غدا شنو مخبي لينا. هادشي اللي كاين سكينه. نعم لاله خديجه في حالة الا كانت عاد كتوجد مثلا غدير قفيطين بيض ولا قفيطين خضر كيف ما قلتي. شنو هي الحاجه باش غنصحوا يعني الخياطه اللي نصحوها بها الثوب اللي نصحوها به باش توجد لديك الجليسه الخفيفه كيف ما قلنا كنرجعوا نتكلم على انه احنا راه مازال في ظروف صعيبه الى جانب اجراءات احترازيه الى جانب مجموعه من الامور ولكن الحياه تستمر. كاينين الناس اللي يعني اللي خاص بجو اللي خاصهم يرتبطوا او لا نعم. مضطرين انهم يديروا هذه الامور مع جميع مع احترام جميع الشروط بطبيعه الحال. نعم اللي عاد مقبله على انها عاد ساقت الخبر انها غادي تضرب صداق ولا عاد تخطبت او لا عاد كتوجد فكنقترح لانها ما ديرش حاجه اللي هي ثقيله على حسب البيدجي ديالها وعلى حسب شو هي
وكيفاش غادي تكون في ديك الوقيته، واش غادي يكونوا العائله الراجل، واش غادي يكونوا العائله بزاف، واش غيكون حنا بزاف راه ما نقدوش نقولوها، لان الا كثرنا كثرنا واحد الا كان اتساع وهذا واحد واحد 50 الناس او 40 الناس راه كثيره يكون اتساع 10 ديال الناس راه كافيين، وهذا الشيء هو اللي مسموح به، يعني اقل من اقل من 20 من 20 شخص اكيد سكينه. ويكون واحد لي سباس اللي غادي تلبس فيه العروسه اللبسات ديالها وغادي غتقاد بهم. كانت عجبتها الخبر دير شي حاجه اللي هي بسيطه على حسب الميزانيه ديالها، ومن بعد ان شاء الله منين تحيد هاد الكوفيد تقدر دير لباسي وتحطهم على حقهم وطريقهم. كاين قلت لك سكينه مناسبات، كاين تبارك الله سبايع، كاين تبارك الله الختانه، كاين تبارك الله الولده الثانيه، فحنا ما غنحاصروش على العجه الظروف اننا غادي ندوزو اناني بلونش ما غير ما يكون لا عرس لا والو، نمشيو على هذا النطاق هذا، ومن بعد راه حنا غادي نوجدوا غنفرحوا باذن الله، وكنطلبوا الله يهز علينا هذا الوباء وكل شيء يفرح بالطريقه ديالو كيف كان، وترجع المياه لمجاريها، والله يعطينا ويعطيكم اللي فيها الخير. امين يا ربي امين. الله يعطيك الصحه الله خديجه. اذا كيف ما اقترحتي عندنا شي حويجه خفيفه الواحد باش يدوز ديك السويعه وفرحان، وبطبيعه الحال كيف ما قلنا راه كاين كوفيد ولكن راه كاينه حياه تستمر بظرفيه استثنائيه ان شاء الله ترفع علينا في القريب العاجل ويكون خير باذن الله. الله يعطيك الصحه الله خديجه. كاين الله يحفظك.